اوكي محمد، زي ما اتفقنا شغل البيت الثاني. اوكي. صاحبي طالع مش وثقل، اخذ مني دينه لحد الان مش ناوي يرد. دقيقة، ايش اللي انت جالس تقوله؟ ايش فيه؟ ما عجبتكش الاغنية؟ لا مش الاغنية، بس كأنك تقصدني بالكلام اللي قلته. لا برو، بيتهيأ لك. الا اعرف الحركات هذه، داسس بقلبك شي وحبيت تخرجه بالاغنية. وات؟ ايش تقصد؟ انا عارف ان قصدك ال50 ريال اللي تدينتها منك قبل شهر. اذا زاعل لذي الدرجة يا اخي قولي وانا ارجعها. كمان برو، لا تخبص، هذه مجرد اغنية، يعني كلام فاضي، لا تشخصنا الامور لو سمحت. اوكي خلاص، يمكن ان انا غلطان فعلا. ايوه اوكي كمل. اوكي شغل البيت. يسوي فيها خوي وهو عايش على الدين الغبي. قل لي ليش اذكر الدين؟ Nigga I need my money. لا كذا زودتها يا اخي، بالله خذ ال50 ريال اللي عندي لك ولا تذلني. برو يا اخي والله اني يتهيأ لك. ايش فيك؟ الا انت جالس تحور الدور عشان تذكر الدين اللي عندي لك. برو قلت لك هذه مجرد اغنية، يعني كلام فاضي. نو والله انك قاصدها. خلاص اسمع، بغير الكلمات عشانك وما عاد بذكر كلمة دين نهائيا. ارتحت؟ اوكي تمام، يلا شغل البيت. اوكي. بكل الناس انا بديت اشك، حتى محمد صاحبي سرق حق التيشيرت.